وبطل أولمبي في لندن 2012. راح تشوف طريقة الحين أداء القفزة راح تكون قفزة عالية في المستوى، وإن شاء الله أنه يثبت ويرجع مستوى المعهود ويقدر أنه يدخل معهم في طوكيو 2020. نعم، لأن ذيل اللاعبين حرام بأنهم يخرجون بدون ميدالية، خاصة الموجودين الأكثرهم يعني غير معروفين مثله. شوف هذه طبعا من غير شك بأنه راح تفوق على باقي اللاعبين اللي لعبوا من قبل. الحين عاد يعتمد على القفزة الثانية، إذا ضبطت ما في خطأ كبير يكون هو في الصدارة. على أجل للتذكير فقط، اللاعب البطل الكوري الجنوبي يانغ هاك سيون لم يسبق له قط الفوز بإحدى الميداليات في جولات كأس العالم في الدوحة وفي باكو، ميلبورن، كوتبوس أو حتى باريس. قد يتوج اليوم بميداليته الأولى في تاريخ مشاركته في جولات كأس العالم. آخر إنجاز كان ذهبية بطولة العالم أونتويرب البلجيكي عام 2013. هذا البطل كابتن عسكر عانى كثيرا من الإصابات التي تسببت في غيابه عن معظم الأحداث الأخيرة في مقدمتها أولمبياد ريو البرازيلية 2016. هو حصل على 15.466 في القفزة الأولى، درجة عالية درجة عالية. هذه حين ضبطت، إذا ضبطت القفزة الثانية يعني هو 1000% راح يكون من ياخذ أحد الميداليات الثلاث. نعم، اللي هم متوقعين، لأن باقي عندنا آرتر، إيغور، ماريان، طبعا ثلاثتهم معروفين جدا على طاولة القفز. يستعد اللاعب على طاولة القفز. شوف يعني مش الخطأ اللي واحد يقدر يشوفه غير الستيب اللي أخذه، فهذا يعتبر بأنه أعتقد بأن ضمن أحد الميداليات. نعم، يعني إذا أي خطأ من إيغور أو آرتر أو ماريان، خاصة ماريان بعيد عن بطولات مثل إيغور وآرتر، يمكن ماريان صار لمدة ما احتكر ميداليات مثل ما كان في السابق. نعم، والعمرة طبعا الخبرة يمكن تساعده ويمكن ما تساعده بأن يعمل قفزتين بنفس المستوى، ولكن صحيح أيضا راح نشوف يمكن احتمال كبير بأنه يحالف الحظ. طبعا آخر تتويج للروماني ماريان دراغوليسكو يبقى هو الميدالية الفضية في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في كلوج عام 2017. يعني سنتين كويس بأنه يقدر يسوي